السلام عليكم أصدقائي بحلقة جديدة من توقعات تيرسي. بما يخص كورس غدا إن شاء الله الأربعاء 30 شتنبر 2020، كورس غادي تكون من 16 عود، مسافة 2950 متر، البري أصدقاء 32,000 ديال الأورو، يعني غادي تكون المفاجأة. هذا هو الجدول. دائما أصدقائي السطر الأول يتضمن الفافوريت سيليكسيو، يعني هذا هما الخمسة الأرقام الأولين 12 15 10 13 8، هذا السطر فافوري أصدقاء. السطر الثاني دوزيام فافوري 9 4 3 6 1. السطر الثالث توكالة أصدقاء 2 16 5 11 7. السطر الأخير أو الرقم الأخير 14 ديما كيتصرف، الصرف ديال الرقم 14 هو 5. باش ما نطولش عليكم اصدقائي في الشرح، كنزرب لاباس 12 15 10، هذا هو لاباس اصدقاء سيليكسيو الفافور، يعني باش تكون عارف الفافور. بحال اليوم ما جاوش بثلاثة دار النيو، يعني لا ما جاوش بثلاثة راه كيلو خلاص فيت 3 4 8 9 13، هادو هما الخيار الأقرب للوجيك والأقرب المرشحين للفوز بالسباق. ولكن دائما المفاجآت. بوم 1 ولا 6، ولاحظتو أصدقاء 1 زائد 6 هي 7. موت 2 و5 والأرقام الأخيرة كلها موت أصدقاء، كنستبعدوها على اللوجيك. توقعات قناتي 12 10 15 8 9 3 1 13، كل شيء ممكن الأصدقاء. غنخلي لكم الرابط ديال تدوينه باش تقراو على الخيل كل رقم على حدة. كنتمنى لكم حد موفق.